هكذا أصبحت الحياة في قطاع غزة، لا مياه، لا كهرباء، ولا حتى منازل. أكثر من 2,000,000 فلسطيني محاصرين في مساحة ضيقة لا تتجاوز 360 كيلومترا مربعا، تمطرها إسرائيل بشتى أنواع القذائف يوميا وعشوائيا، متخطية كل المعايير الإنسانية والدولية. إحنا نايمين في بيوتنا وأمنين، ما لقينا إلا القصف علينا. إسرائيل تفرض حصاراً مشدداً على قطاع غزة منذ عام 2007، وصل دخل الإسرائيلي إلى 15 ضعفاً مقارنة بدخل الفلسطيني، في حين يصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى 50%، أي أكثر من 3 أضعاف من الضفة الغربية، ويعيش 83% من السكان تحت خط الفقر. 3% من مياه غزة صالحة للشرب، إذ إن أزمة الوقود والكهرباء المستمرة تعيق تشغيل الآبار. بلغت نسبة غير الآمنين غذائياً 64%، كما يعتمد 80% من الأهالي على المساعدات الدولية. على صعيد القطاع الصحي، تراجعت خدمات الرعاية الصحية في قطاع غزة بنسبة 66%، وتظهر أرقام وزارة الصحة الفلسطينية نقصاً حاداً في الأرصدة الدوائية. وقبل عملية طوفان الأقصى، قدرت خسائر قطاع غزة نتيجة الحصار والحروب الأربعة التي شنتها عليه إسرائيل في الفترة ما بين عامي 2007 و2021 بنحو 17 مليار دولار. دمرت إسرائيل الكثير من البنى التحتية في غزة، وأجبرت 80% من سكانها على الاعتماد على المساعدات الدولية. ويعد معبر رفح المتنفس الوحيد الذي تعتمد عليه غزة بشكل أساسي في السفر إلى مصر وبقية الدول العربية، حيث تسيطر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المعابر المتبقية وتتحكم بحركة الأفراد والبضائع من القطاع وإليه. حتى الآن لم تقدر بعد بالأرقام الخسائر المادية لإعادة إعمار غزة، ولكن حكماً بالمليارات الدولارات أمام هذا الدمار، بالإضافة إلى الخسائر البشرية التي لا تقدر ولا تعوض.